السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا مجددا في قناة ديالنا تربية الطيور الزينة من كناري وعسفين وبابي وكالوكسيت والبلبل وزمان وعلى الطيور. إذا كما هو مبين لنا في عنوان الفيديو، ما هو العمر المناسب باش ندرسو طائر الكناري أو الحسين؟ كما كتشوفوا هنا انا واحد ديال الفراخ ديال الكناري ما شاء الله تبارك الله من نوع تيمرادو. انا الفرخ هذا الفرخ اللي هنا الان هذا، وانا الفرخ الاخ ديالو الاصغر بالنسبة للزوج ديال الكناري الاخرى سبع سبع. عطانا واحد ديال البيضات مقصبين وزوج غير مقصبين. نتمنى ان شاء الله في العرس القادم ان شاء الله يكون المزيد من الطيور. كما تشوفوا الطائرة اصبح هي الطائرة يعني ولا طيطح من العز طال عمري لو ولات فيه اليد ولا كتعطيه ذاك الفئ سيران ولا سيعود لأنه غادي يولف اليوم تاعك على هاد الشكل هذا. دائما تعطيه الماكل وتدير واحد الشيء ديال المداعبة باش يولف العيد، وإن شاء الله غادي يولي يولفك مزيان وغادي يدخل تبارك الناس فيكي وغادي يدريك مزيان دائما طاب العمر هذا كما كتشوفوا. انا الان يلا خرجت من العز ما شاء الله تبارك الله. الطائر كمان من نوع التمراد طائر محبوب ما شاء الله، له صوت رائع. كما هو ملاحظة الفراخ غير محددة الجنس حاليا لانها ما زالت صغيرة. هنا هذا طيطير وراه اسرع واحد شوية، هذا هي طيطير اطلق شي طيطير وهذا صعب مولف اليد. هذا اللي كان جالس فيه حاليا مولف اليد ها هو طيطير ما والو، ولكن هذا ما ندريش ما والو نطلق ليه طيطير وما كانش هذا صورة ما شاء الله تبارك الله. وبالنسبة للأكل ديالهم فغالبا نعتمد البيض المسلوق عفوا مثل كما كتشوفو هدا والعش ديالو نحاولو نحطو في العش باش ميعرفش لينو بلاس. إذن هذا غادي نلوحو في القفص لأنه أصبح هي طير هادي رونزينا. إذن قلنا العمر المناسب لي أو باش ندريسيو طائر من كناري طائر هو العمر تقريبا خمسة وعشرين يومين كيولي قدا هاد الشكل هذا كما كتشوفو معانا. ولا نعطيو إلا كلب شوية شوية حتى يولف لينا كيما كلاب من يدينا، وإن شاء الله غادي يدرسها مزيان غادي يولي طائرة وفي كما كتشاهدو. أنا هاد الطائرة هادي الله جيت ما يدرسهاش دائما نوع الكناري تيمرادو نوريكم الابوين ديالهم حاليا هما الابوين ديالهم. هذا هو الاب ديالو وهذه الام ديالو والاخ ديالو هو اللي في اسفل القفص. إذا
إذن إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة والضغط على زر الإعجاب ليصلكم الجديد دائما. مرحبا معنا بالمشاهدين الجدد، مرحبا بكم في قناة تربية الطيور، وإلى اللقاء في فيديو قادم.